بعد ما كان الكرملين المقر الرسمي للقياصرة ثم لقادة الاتحاد السوفيتي، أصبح المركز السياسي للاتحاد الروسي. الكرملين هو اليوم مقر الإقامة الرسمية للرئيس الروسي. تعبير الكرملين غالباً ما يعني القوة الروسية أو القوة السوفيتية سابقاً. شكل الكرملين ثلاثي تقريباً وبيطل على الساحة الحمراء وموسكوفا، وعند مدخل الكرملين عبر الجندي المجهول وهو نصب تذكاري للحرب مخصص للجنود اللي قتلوا بالحرب الوطنية العظمى بين العامين 1941 و1945. هالمجمع الجنائزي بضم رفات جندي مجهول قتل خلال معركة موسكو أيضا بالعام 1941 ودفنوا بمقبرة جماعية بوقت النزاع، وتم نقل رفات العديد من الجنود المجهولين لموسكو، ونفذت هالمقبرة الجماعية بالعام 1966 تحديدا بشهر كانون الأول ولمناسبة الذكرى 25 لهالهجوم الشهير. وهناك إنارة تحترق باستمرار عند نصب الجندي المجهول، وهي شعلة من الشعلة الأبدية للينينغراد. الكرملين هو مركز دفاعي ورمز تاريخي والمجد العسكري لروسيا. خلال الحقبة السوفيتية عانت الهندسة المعمارية بموسكو، فلم يعد هناك سوى 28 مبنى من أصل 54. وبالحرب العالمية الثانية كان الكرملين متنكراً لتجنب تدميره. بالعام 1991 أصبح الكرملين بمثابة مقر إقامة رئيس روسيا، واليوم أيضاً هو متحف يمكن زيارته عند زيارة الساحة الحمراء. لما منزور الساحة الحمراء بموسكو ما فينا إلا منزور الكرملين. بالكرملين مجموعة كبيرة من الكنائس تعود إلى العصور القديمة جداً، لكن مش كل الكنائس فاتحة، مش كل الكنائس مسموح تصور فيها. لهيك قررنا أن يكون بعض المشاهد من بعض الأفلام اللي حصلنا عليها من المكتبات القريبة من الكرملين. للدخول إلى الكرملين يجب المرور ببرج تروتسكايا. البرج بيحمل عدة أسماء، وآخر اسم بقي من العام 1658 برج الثالوث. قاعدة البرج المكونة من طابقين كانت تضم سجن بالقرنين السادس عشر والسابع عشر، والسوفيتيين ثبتوا نجمة حمراء بأعلى البرج وهي رمز الشيوعية. أول ما توصل لساحة الكرملين هناك الكاتدرائيات. الكرملين كانت موسكو كلها جوها بهالكرملين، المدينة كلها كانت بالكرملين، المدينة حقا كانت الكرملين، هي مدينة موسكو اللي عم تشوف هذا كله جديد. كل كنيسة كان لها أهمية، شكل سيدة النياح ورقاد وانتقال العذراء كان فيها تنصيب البطاركة الروس اللي بلشوا بالقرن الرابع عشر خمس عشر. كاتدرائية دورميتيون بنيت بموسكو بين العامين 1475 و1479 تحت إشراف المهندس المعماري الإيطالي أريستو فيورافانتي الأصل من بولونيا، أول كنيسة حجرية بموسكو. تم تتويج القياصرة بهالكنيسة وتمت رتبة زواجهم أيضاً، وكذلك انتخبوا ودفنوا مع رؤساء الكنيسة الروسية. هناك لوحات بتزين جدران هالكنيسة معظمها من القرن السابع عشر، هي الأقدم والأكبر والأكثر أهمية بالنسبة لكل الكنائس بالكرملين. هالكنيسة بنيت على كنيسة صغيرة ارتفعت بالمكان بالعام 1330 من قبل إيفان الأول بمناسبة انضمام موسكو إلى مقعد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. كان على مشارف كاتدرائية دورميتيون اللي مزق إيفان الثالث المعاهدة اللي أخضعت موسكو للسلطة المنغولية وبالتالي أعلنت استقلالها.
تعرف أنه الجرس هو موسيقى الكنيسة البيزنطية، هو دعوة إلى الصلاة. لذلك الأجراس هي إذا بدك لتوعي من جديد إيمان الناس، لتخليهم يهبوا من بيوتهم ليركضوا صوب الكنيسة لحتى يشاركوا بعض البعض بالصلاة. بالساحة أيضاً وبين الكاتدرائيات يرتفع جرس إيفان الكبير، أطول برج أجراس الكرملين في موسكو. بني بين عامي 1505 و1508 من قبل الإيطالي مارك فريزن، وارتفع فوق كنيسة حجرية بنيت بالعام 1329. هالبرج اللي يقع على مدخل الكاتدرائيات يرتفع 81 متر عن سطح الأرض، وتمت إزالة وإضافة هندسات على هالمبنى اللي بيحوي الجرس منها كنيسة المهد وأمر نابليون بونابرت بالعام 1812 بإزالة الصليب الذهبي، لكن كثافة الطيور منعت الفرنسيين من ذلك، وتم استبداله لاحقاً بصليب مغطى بالنحاس المذهب وعليه كتابة القيصر المجيد. الزيارة هي فعلاً حج، حج مقدس لإلي، كرشتها لزيارة الكنائس للصلاة بالكنائس. كنت بحاجة لحتى أعمل رياضة روحية، ورياضتي الروحية هالسنة كانت بزيارتي إلى بيترسبورغ وإلى موسكو، وبنوع خاص زيارات الكنائس العظيمة جدا يلي أعطتني دفع روحي جديد. اكتشفت خلال زيارتي للكرملين، كان عندي حظ كبير إنه زور الكرملين، اكتشفت قديش في غنى وكنايس بالكرملين. انبسطت كتير بهالثلاث كاتدرائيات الموجودة أولاً بالكرملين. أول شيء كاتدرائية الثالوث الأقدس، بعدين الصعود والقديس ميخائيل رئيس الملائكة. هو ثلاث كاتدرائيات، كل كاتدرائية أروع من الثانية وتحمل أيقونات رائعة جداً. الكاتدرائية اللي بتحمل اسم رئيس الملائكة القديس ميخائيل دفن فيها أيضاً إيفان، وبهالكاتدرائية تم الاحتفالات بانتصار الجيش الروسي. المبنى يتكون من طابقين والمصابيح الذهبية يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، ومثل ما عم نشوف على مدخل هالكاتدرائية هناك رسوم لمناسبات دينية عديدة. المنطقة الداخلية بهالكاتدرائية مغطاة بلوحات جدارية تعود إلى القرنين السادس عشر والسابع عشر، وهناك أيضاً إيكونوستاس خشبي طوله 13 متر، وهناك أيضاً أيقونات من القرن التاسع عشر، وكذلك الثريا اللي بيعود تاريخها إلى القرن السابع عشر. بداخل هالكاتدرائية هناك حوالي 50 مقبرة محفوظة أصلاً ومخصصة إلى الرجال، أما النساء فتم دفنهم بدير القيامة. نوصل لكاتدرائية البشارة، تم بنائها بين عامي 1485 و1489. خلف هالموقع للمبنى يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. الهيكل يتأثر جداً بهندسة عصر النهضة الإيطالية. بيتضمن الإيكونوستاس أيقونات مقدسة من القرن الرابع عشر حتى القرن السابع عشر. بوقت القياصرة كانت هالكاتدرائية مصلى خاص للعائلة الأمبراطورية، وكان الأب اللي بيخدم بهذه الكنيسة هو المعترف الشخصي لأفراد الأسرة من القيصر حتى بداية القرن العشرين. تم بناء القصر الكبير بالعام 1887 حتى العام 1851، وهو المبنى الرئيسي الموجود داخل الكرملين. قصر الكرملين الكبير كان مقر القيصر عندما كان بموسكو. تشييده تطلب تدمير قصر الباروك السابق اللي كان على الساحة، وكذلك كنيسة سان جان لو باتيست.
اليوم يتم استخدام قصر الكرملين أو القصر الكبير كأحد المساكن الرسمية، وهناك رئيس الاتحاد الروسي يعيش فيه، لكن بالحقيقة ما بيعيش بهيدا المكان. بيبلغ طول جرس الملكي 6 أمتار و14 سنتيمتر، وعرضه 6 أمتار و6 سنتيمتر. هالجرس بني بتكليف من الإمبراطورة أنا إيفانوفنا ابنة بطرس الأكبر، مصنوع من البرونز وتشقق أثناء الحريق بعد اكتماله، لكن ما وصل الحريق للدرجة الأولى، ويعتبر الجرس أكبر جرس بالعالم. ولفترة من الوقت كان الجرس بمثابة كنيسة صغيرة، حيث تشكل المنطقة المكسورة الباب. أما بالنسبة للمدافع اللي موجودة عند مداخل الكرملين، فهالمدفع الكبير هو قطعة مدفعية المعروف باسم بومباردا باللغة الروسية، معروض على أرض الكرملين بموسكو. هيدا النصب التذكاري لفن صب المدفعية الروسية المصبوب بالبرونز بالعام 1586 بموسكو، يعتبر التأثير رمزي لهالمدفع، وهو بكتاب جينيس للأرقام القياسية أكبر قصف من عيار بالعالم، وهو عامل جذب سياحي كبير. وبيقول فولتير بشكل مزح إنه أعظم عنصرين بالكرملين هن الجرس اللي لم يقرع أبداً والمدفع اللي لم يقصف أبداً. الساحة الحمراء الميدان الأهم بروسيا وتحديداً بالعاصمة موسكو، والبارز بهالمكان كاتدرائية الطوباوي بازيل جنوب الساحة، وتعتبر هالكاتدرائية واحدة من الرموز الرئيسية ليس فقط لموسكو ولكن لكل روسيا، لأن بنيت بقلب العاصمة وبذكرى حدث تاريخي مهم. ولا يأتي اسم المكان من لون الحجر الأحمر المحيط بالساحة ولا من الرابط بين هاللون والشيوعية، بل بسبب النيران اللي اشتعلت واجتاحت موسكو بالعام 1493، وقرر بعد إيفان الثالث منع أي حريق جديد من تدمير العديد من المنشآت الخشبية الموجودة على ما يمكن أن يصبح الساحة الحمراء. كانت هالساحة تستخدم للمراسم والإعلانات العامة المختلفة، وأحياناً كموقع حفل التتويج لقياصرة روسيا أثناء العهد السوفيتي. وحافظ الميدان الأحمر على مغزاه وأصبح الميدان الرئيسي بحياة الدولة الجديدة، بالإضافة إلى كونه المقر الرسمي للحكومة السوفيتية، وكان مشهور كمسرح للعروض العسكرية. واحدة من أكثر المواقع الرمزية بموسكو هي كاتدرائية القديس بازيل، غالباً ما يتم الخلط بينه وبين الكرملين القريبين من بعضهم، وتم بناء الكاتدرائية بالقرن 16 بناءً على أوامر من إيفان الرهيب. منظر رائع لهالكاتدرائية الأرثوذكسية الروسية من الساحة الحمراء، الكاتدرائية بنيت فقط بست سنوات. بتقول الأسطورة الشعبية هون أنه الأمبراطور إيفان سأل المهندس اللي عمر هالكاتدرائية هل بتقدر تعمر أجمل منها؟ وكان الأمبراطور ينظر كل ساعة لهالكاتدرائية ويتعجب فيها ويحكي عن جمالها وروعتها، فبيقوله المهندس أكيد. بلحظتها قرر أنه يقبع عيونه من مكانه ويخليه أعمى حتى ما يقدر أبداً يقوم ببناء كنيسة أجمل من هالكنيسة. ربما تعد كاتدرائية القديس بازيل الرمز الأكثر شهرة لروسيا، لكن قليل من الناس بيعرفوا مين هو هذا الرجل اللي سميت باسمه. The church was built in early 16th century at the time of Russian Tsar Ivan the Terrible, and it is dedicated to the Blessed Virgin Mary, of course, the most common dedication of the churches in the Russian Orthodox. However, at that time, here in Moscow, there was a pious man whose name was Basil. Basil, people would call him Basil the Blessed One.
Basil the Blessed One, Vasily Blaženny, and he would be working, I mean, helping here, helping build the church, and lived here somewhere around, and he was buried right there in the church which was under construction. So the Russian people, the citizens of Moscow, called the place St. Basil's Church. ورأت بسلام ب 2 آب سنة 1552، وانتشر بالمدينة عطر رائع وحضر جمهور كبير دفنه. ضريح القديس باسيليوس موجود بالكنيسة تبعيته، أكيد موجود بعده لليوم، تكريمه كتير كبير بهالمدينة، مدينة موسكو. وحمل الأمبراطور وأولاده جسده على أكتافهم إلى الكنيسة، وبعد ما ماتوا شيدت فوق ضريحه كنيسة على اسم والدة الإله الحامية. نهار إعلان قداسته يعني بالعام 1588 استعاد 120 مريض عافيتهم ببركة رفاته المقدسة. وبعد تقديسه بالعام 1588 أضيفت الكنيسة العاشرة إلى الكاتدرائية وتم نقل رفاته إلى بحياته. للقديس باسيليوس اتسجلت مجموعة كبيرة من الشفاءات ومجموعة أيضاً من العجائب. باسيليوس كان شخص شغوف بالله، كانوا يسموه مجنون الله. باسيليوس عاش بالقرن السادس عشر يعني بالألف وخمسمية وشي، وعلى أيام ملك عظيم جدا أو الأمبراطور تبع روسيا اللي كان اسمه إيفان الرهيب. إيفان الرهيب، احفظوا هالاسم لأنه إيفان الرهيب كان قديشه، كان رهيب وكان طاغي وكان قاسي، ولكن كان في شخص يهابه لأنه كلمته كلمة حق اللي هو باسيليوس. بحب أنه خبركم أنه من القرن الثالث عشر الرابع عشر للقرن السادس عشر روسيا كانت محتلة من المغول والتتر، وعاصمة دولة التتر والمغول كان اسمها قازان. مشان هيك اللي صار أنه وقت اللي إيفان الرهيب احتل عاصمتهم قازان ورد إذا بدكم المجد تبع روسيا، كان أخذ قرار بعد صلاة وتأمل أنه يكرم هالانتصار ويهدي لربنا عبر هيدي الكاثيدرا الضخمة اللي شايفينها وراي. أما حياة هالقديس المبارك فهو يعتبر من أشهر القديسين في روسيا. ولد بالعام 1469 بمنطقة اسمها إيلوغوف، وهي قرية بالقرب من موسكو. عائلته من الفلاحين الأتقياء، ولده اسمه جاك وولدته اسمها أن. توفي باثنين آب 1551 وأعلن طوباوي بالعام 1580، وكان صانع أحذية وعيش حياة بسيطة وكان يصلي باستمرار، ومن هون ظهرت عليه النعمة. لما كان بعمر 16 سنة سخر من أحد الزبائن اللي طلب مجموعة من الأحذية، وسألوا صاحب المحل ليش تصرفت بهالطريقة، فأجابوا أنه طلبه غريب، خاصة أنه مش رح يطول بقى بهالحياة ورح يموت بكرة. وهيك صار وتحقق اللي قاله. وبعد الحادثة غادر إلى موسكو، وبما أنه ما قدر يسكن بمنزل بقي لفترة طويلة بالشوارع وبالساحات العامة، وأمضى لياليه بالصلاة على شرفة الكنائس. وعندما يضطر للتحدث يتظاهر بأنه بيحكي بصعوبة، تخلى عن العالم وملذاته وأظهر تعاطف هائل مع الأسى والمرضى والمضطهدين. زار السجناء بوقت فساد فيه الرعب والاضطهاد، وكان يقول بالمنازل اللي توجد فيها قداسة لا يوجد مكان للشياطين. بأحد الأيام أعطاه القيصر الأموال، وعلى عكس عادته ما ذهب ووزعها على الفقراء، ولكن راح لعند تاجر يرتدي زي مناسب من بعد ما فقد ثروته ولم يجرؤ على التسول وعانى من الجوع. بالعام 1521 بينما كان التتار تحت قيادة محمد هيري عم بيهددوا موسكو، صلى القديس باسيليوس أمام أبواب كاتدرائية دورميتيون وهو عم بيذرف الدموع الكثيرة لإنقاذ بلاده، وسمع ضجة فظيعة بالكنيسة، وأعلن صوت قادم من أيقونة والدة الإله أنها ستتخلى عن موسكو بسبب خطايا سكانها.
وهون كثف القديس صلواته وتوقف الظهور الرهيب. ثم تم صد محمد هيري لأشعل النار بالفعل بالضواحي بظهور عدد كبير من الجنود وسرعان مفر خارج حدود روسيا. بعمر 88 مرض، ولما عرف الأمبراطور بالأمر ركض مع عائلته وطلبوا منه يصلي لهم. ولما كان عم يتنبأ للمملكة شع نور من وجهه، وكتار شافوا هذا النور، وكان في ملائكة حاضرين حتى ياخدوا روحه. بس كمان بدي أقولكم أنه القديس باسيليوس هو أكيد باسيليوس كان يهابه الملك إيفان، وبوقت موته لباسيليوس الملك أو إيفان الرهيب هو اللي حمل نعشه على قد ما كان عن جد يحب هيدا الصوت ويلهمه هالصوت ويعطيه محفزات. فإذا إيفان الرهيب هالقد كان على علاقة وطيدة بباسيليوس اللي صار اليوم منسميه القديس باسيليوس، واللي هو مجنون بكل معنى الكلمة بالله. بعد حريق عام 1595 توجت الكنيسة بالقباب المنحوتة، ولم تكن القباب ملونة حتى القرن الثامن عشر. الكاتدرائية مملكة الله، هيك بيقولوا عنها، زينت جدرانها بالحجارة الكريمة. وهالكاتدرائية لتقع بقلب موسكو تعرضت للتهديد عدة مرات. ففي العام 1812 عندما غادرت القوات الفرنسية موسكو أرادوا تفجير كاتدرائية سان بازيل، لكن لم يكن لديهم وقت. وبنهاية العشرينات من القرن العشرين كان من المقرر تدمير الكاتدرائية، وكانت القوة السوفيتية الشابة محرجة بسبب وجود مكان للعبادة بوسط المدينة. كنيسة سان بازيل يلي هو قديس روسي يسمى بحامي روسيا، 8 كنائس مجموعين مع بعضهم البعض، وكل كنيسة إلى أبة خاصة ولون خاص، وهذا فعلا غنى كبير لروسيا وغنى كبير للكنيسة الروسية الأرثوذكسية. المهندسين اللي بنيوا هالصرح العظيم هالكاتدرال العظيم ما استعملوا أي معدات sophisticated معقدة ومتطورة، كان كله عم يستعمل بطريقة كتير يمكن بالقرن السادس عشر تستعمل. مشان هيك عم بتشوفوا حدث يمكن كتير ضخم عم بتشوفوه وراي، ولكن هو كتير معمول بطريقة مبسطة وبسيطة هندسيا. هيدا الشيء حقيقة اللي بيطلع فيه من برا رح يحس بمجد كتير كبير، مثل ما قلت لكم على مدخل الكرملين بهالساحة الرهيبة العريقة. هالكاتدرائية رائعة جدا من الخارج لكنها صغيرة، ولما يكون هناك حدث ديني كبير يتم في الساحة الحمراء وتصبح الكنيسة المذبح. ويوجد في الحديقة الأمامية للكاتدرائية تمثال برونزي لقائدي جيش روسيا التطوعي ديمتري بوغارسكي وكوزما مينين، لقادوا الجيش ضد الغزاة البولنديين بفترة الاضطرابات بأواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. وضمن هالكاتدرائية 9 كنائس هن على الشكل التالي، لكن قبل كل قبة من اللي عم نشوفها من الخارج بتمثل كنيسة بالكاتدرائية.
هناك كنيسة البطاركة الثلاثة القسطنطينية بالشمال الشرقي لموقع الكنيسة. كنيسة الثالوث تقع في شرق الكنيسة. كنيسة سيبريان وجوستين تحتل المرتبة الشمالية من الكنيسة، وبالوسط كنيسة والدة الإله أو السيدة العذراء، وهي الكنيسة الكبيرة وتقع بوسط الكاتدرائية. وكنيسة على اسم القديس نيكولاوس وتقع بالجزء الغربي من موقع الكنيسة. وكنيسة دخول المسيح إلى الهيكل، وكنيسة فارلام، وكنيسة ألكسندر سفيرسكي. وأيضا هناك كنيسة للقديس غريغوار المنور الأرميني. كاتدرائية الباسيليوس مؤلفة من عدة كنائس، في عنا 9 كنائس بلفوا الكاتدرال، وفي عنا الدوم الأساسي اللي هو عبارة عن 48 متر ونص تقريبا، اللي هي مهداة إلى العذراء البريئة من الدنس. وكل الكنائس اللي حدها كتير صغيرة وأكيد بيصلوا فيها وبيحتفلوا فيها. في منهم هن يمكن على أسماء طقسية مثل كنيسة القيامة وغيرها، وفي منهم على أسامي قديسين، بس باسيليوس عنده وحدة، كنيسة وحدة من هالكنيسة التسعة. وكمان في عنا نيكولاوس جوا، وأكيد هو شفيع المسافرين. والكاتدرائية إلى اسم آخر هو كاتدرائية السيدة العذراء. كانت الخطة المبدئية أنه تبنى مجموعة من المعابد، كل واحدة منها مخصصة لأحد القديسين اللي صادف يوم الاحتفاء فيهم بفوز القيصر في المعركة، لكن بناء برج وحيد جمع كل هالمعابد بكاتدرائية واحدة، كما أنه مكان الكنيسة بدل على الرمزية الدينية بشكله المثمن، لأنه بيرمز لليوم الثامن حسب التقويم العبري لعودة المسيح. هناك أيضاً متحف داخل الكاتدرائية، حيث تعرض مقتنيات أصلية استخدمت بحقبات سابقة، بين قطعة من القباب القديمة وسلاسل ثمينة لإيفان وزنها نحو 30 كيلوغرام. Presently, the church is under the auspices of the Historical Museum of the Russian Federation, and there are many important and very interesting exhibits, ancient icons, fetters of iron, books, church utensils, anything which people will be interested to see. كرسة الكنيسة الوسطى لوالدة الإله بالعام 1588، وأضيف إلى الكنيسة الكاتدرائية مكان دفن القديس باسيليوس، ودفن بهالمكان بالعام 1552 بمقبرة كنيسة الثالوث، لذلك شاع منذ ذلك اليوم الاسم الثاني من الكاتدرائية، يعني سان بازيل. ارتفاع الكنيسة الأساسية اللي هي على اسم السيدة العذراء يصل إلى 47 متر ونصف
المتر، والإيكونوستاس الموجود فيها نقل من كنيسة بالكرملين عام 1770 ومزينة بالأزهار والذهب، وفيها صور للقديس يوحنا تعود للعام 1780، وهناك أيضا لوحات تعود للقرن التاسع عشر. We are now in the main part of this beautiful church of the Protection of the Blessed Virgin Mary in the heart of Moscow in the Red Square. People come here to see the artifacts, to see the exhibits, to get educated, to get instructed in the history of our land, in the history of the church here in Russia. But, however, once in a while, the clergy would come here and celebrate the liturgy in this beautiful sanctuary behind this icon screen, which is also an ancient piece. And the church cannot live without service, without celebrating Mass, even though other time people come here as tourists and watchers and observers. So that's something which is fairly normal for our churches, for our places of worship. الكاتدرائية مدرجة بقائمة اليونسكو للتراث العالمي من العام 1990، حيث أعيد تقديم الخدمات الدينية فيها، وهي بتحتوي من الداخل على مجموعة من المعابد المنفصلة المليئة بالأيقونات والجدران المدهونة بالألوان من القرون الوسطى وأعمال فنية مختلفة على الجدران الداخلية للقباب. أما كنيسة الثالوث المقدس فتتميز بالارتفاع المنخفض غير المعتاد لباب الإيكونوستاس اللي بيحمل أيضاً ثلاث صفوف من الأيقونات. ومن بين أصغر الكنائس كنيسة سفيرسكي اللي بيبلغ ارتفاعها 15 متر ومساحتها 12 متر مربع. وبتتميز قبة الكنيسة أيضاً بالدوامة وهي رمز الأبدية. أما كنيسة القديس غريغوري المنور الأرميني فميزتها بالباب الموجود على شمال الإيكونوستاس وليس في الوسط، وذلك للسماح بالعبور إلى كنيسة مريم العذراء. كنيسة فارلام توصف بالحنية غير النظامية. كنيسة دخول الرب إلى الهيكل لديها لليوم أثار لشظايا أزيفة سقطت بالمكان بحرب العام 1917. وبالكنيسة أيضا أيقونة نادرة لدخول المسيح على أتان إلى أورشليم. كنيسة سيبريان وجوستين فيها أيضاً إضافة إلى لوحة تمثل لوحة أيضاً للقديسين أدريان وناتاليا.
كنيسة القديس نيكولاوس ارتفاعها 28 متر. ومن بين أصغر الكنائس كنيسة بطاركة القسطنطينية، ويبلغ ارتفاعها أقل من 15 متر. أما الجدران الملونة فبتمثل الأزهار الملونة اللي بترمز إلى الحدائق السماوية. وبالكنيسة أيضاً هناك أعمال فنية دينية وأيقونات مرسومة على الجدران تعود إلى 600 سنة. أن الشعب الروسي كله مؤمن، ربما كتار ما بيمارسوا الطقوس وبقولوا عنهم عن حالهم أنه هن مرحدين بعدهم من النظام الشيوعي، ولكن الأشخاص تلاقيت معهم بالكنيس ما بيحكوا إلا بالعجائب، ما بيحكوا إلا بالإيقونات. وكان معي أشخاص قالوا أنه ما بيأمنوا، ولكن عندما دخلوا معي على الكنيس صلوا بإيدهم على وجههم وحكوا عن العذراء وعن يسوع كأنهم هني قراب منه. إذن الشعب الروسي أنا بعتبره شعب مؤمن، وبعتبر أنه عنده رسالة كتير مهمة بالعالم اليوم، هني روحنوا كل العالم. هذه كانت مثولة لإلي الحقيقة بزيارتي. نعرف أنه وراي مباشرة في عنا ضريح لينين اللي كان كتير يحترمه الشعب الروسي، ولما ستالين استلم الحكم مع كل الحروب اللي خاضها والجرائم اللي عملها، رفض خوتشيف اللي إجا من ورا ستالين أنه يكون ضريحه لا ستالين مع ضريح لينين اللي هو تاريخ روسيا. مشان هيك كان ضريح ستالين برا، ولكن بعدين رجعوا أدخلوا هذا الضريح إلى الداخل، ولأنه كانت أمنية ستالين أنه يكون عم يندفن حد لينين اللي كان بيعتبره أكبر ملهم لإله. فإذن هذا الضريح موجود دغري بالاتجاه المعاكس تبعي، وهو موجود لليوم بهيدي الساحة، الساحة الحمراء. جثة لينين محنطة داخل هيدا المعقل الحلو، وستالين رجع دفن خارج هالأسوار مع كل العظماء تبع أكيد روسيا وتاريخ روسيا بيشهد. أكيد اللي عم نشوفه أخوتي منه طبيعي أبدا، شيء كتير رائع كتير حلو، وحقيقة حضارة مختلفة مثل ما قلت عن الحضارة الأوروبية بروما وغيرها مثل إسبانيا والدول اللي منعرفها. نحن بحضارة روسية هالقد بتحمل فكر، هالقد بتحمل تاريخ، هالقد بتحمل إشياء لازم نشوفها بعين تانية، ولكن هي حضارة كتير مميزة. الأجراس عم تقرع، وأكيد عم نشوف قديش هالشي معبر جدا، ونحن بساحة مقدسة مع أنه هي ساحة تاريخية.